مع صعود الأحزاب والتيارات اليمينية إلى مراكز القرار داخل دول الاتحاد الأوروبي، بدأت المخاوف تعتري اللاجئين في هذه الدول، خاصة مع اتخاذ بعضها إجراءات للحد من قبول طلبات اللجوء، وكذلك الضغط على لاجئين لإعادتهم إلى بلدانهم ومنهم سوريون. مصادر خاصة بقناة اليوم تحدثت عن رفض السلطات البلجيكية طلبات اللجوء لأكثر من 40 سورياً في ذلك البلد، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير حقوقية دولية أن العائدين إلى سوريا يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان. هذا الإجراء في بروكسل يتزامن مع تطبيق بعض الولايات في ألمانيا نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم. وبموجب هذا النظام يطلب من طالبي اللجوء العمل 4 ساعات يومياً في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الأشجار، على أن يحصل طالب اللجوء مقابل هذا العمل على أجر قدره 80 سنتاً في الساعة، يضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة به. المدافعون عن هذا القرار في بعض بلديات الولايات يعتبرونه وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، لكن بالنظر إلى الذين يقبلون بهذه الأعمال هي بنسبة ضئيلة جداً، وخير مثال على ذلك في بلدية تراونشتاينر تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ تتاح نحو 400 وظيفة لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعلياً. ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون ليس جديداً، إذ أن إجبار المقيمين على العمل موجود منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى آخر بحسب الظروف والأوضاع الاقتصادية والبطالة لكل بلدية، إلا أن هناك من يربط تطبيق هذا القانون مع صعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين. ينضم إلينا من باريس عمر البنية كاتب صحفي، كما رحب بضيفي من برلين مروان العش أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من حضرتك أستاذ عمر، يعني اليوم بلجيكا ترفض 40 طلب لجوء قدمه سوريون، ما هي أسباب الرفض؟ أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة نستغرب الآن هذه التصرفات أو هذه الإجراءات من قبل الحكومة البلجيكية أو من قبل بعض الدول الأوروبية، وتحديدا ما يحدث الآن في بلجيكا. اليوم عندما توجد حالات الرفض لعشرات الحالات في بلجيكا، هذا يعني أن الحكومة البلجيكية تقول لهؤلاء اللاجئين اذهبوا إلى النظام السوري. وهنا إذا أردنا أن ندرس الموضوع من الناحية القانونية، مجرد من دراسة فقط بسيطة لهذا الموضوع، مجرد أن يكون شخص طلب اللجوء في دولة أوروبية والآن إذا عاد إلى مناطق النظام السوري سوف يقوم النظام السوري بتوقيفه، لأن النظام السوري وسلطات مخابرات النظام السوري تعتبر من يطلبون اللجوء بالخارج هم متخابرين مع الخارج، وتعتبرهم أنهم طلبوا الحماية من دولة أخرى. وشاهدنا ما يحدث الآن للاجئين السوريين الذين يعودون من لبنان، كيف يتم اعتقالهم على المنافذ الحدودية. هنا يكون السؤال للحكومة البلجيكية، كيف يتم القول لهؤلاء اللاجئين عليكم الذهاب إلى بلدكم وأن بلدكم آمن، وفي حال عاد هؤلاء اللاجئين إلى الحدود السورية وتم اعتقالهم وتوقيفهم من قبل أجهزة مخابرات النظام، هل تتحمل الحكومة البلجيكية وزر ما يحدث لهؤلاء الأشخاص إذا تم توقيفهم، في الوقت الذي نجد أن بيان مجلس حقوق الإنسان رقم 57 الصادر لعام 2024 يؤكد أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، والحكومة البلجيكية والدولة البلجيكية هي مصادقة على بيان مجلس حقوق الإنسان، كما أن بيان لجنة التحقيق الدولية المعنية بالشأن السوري أكد أن سوريا غير آمنة، لأنه لم تزول الأسباب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. كذلك توجد تقارير دولية واضحة، إن كان من منظمة هيومان رايتس ووتش تقول أنه سوريا لا تزال غير آمنة، ويوجد تقرير واضح وصريح من منظمة العفو الدولية تحت عنوان أنت ذاهب إلى الموت، يحدد أن من عادوا إلى النظام يتم اعتقالهم وزجهم في السجون وزجهم في المعتقلات وتصفيتهم في المعتقلات. طيب أستاذ عمر، نريد توضيح هنا، يعني رفض طلبات اللجوء هي بالضرورة
أن يتبعها عملية ترحيل أم إبقائهم في الكامبات مراكز الحقيقة. في الحقيقة تابعت أحد الجمعيات في بلجيكا وهي جمعية ماري كمال، تابعت الموضوع، موضوع رفض الطلبات، وقامت بمخاطبة الأمم المتحدة، وأثناء دراسة الطلبات من قبل هذه، من قبل الجمعية التي تتابع موضوع اللاجئين، لاحظت أن قرارات الرفض تقول أن سوريا آمنة، وأن المناطق التي رفض منها هؤلاء اللاجئين أنها تعتبر منطقة آمنة. في الحقيقة في سوريا لا يوجد منطقة آمنة. أغلب هؤلاء اللاجئين الذين تم رفضهم هم ينحدرون من أرياف مدينة حماة ومن منطقة السلمية ومن مناطق في أرياف في حماة وفي ريف حماة. للأسف هذه المناطق لا تعتبر آمنة، فكلنا نعرف موضوع الميليشيات الموجودة في هذه المناطق والتي تمارس الخطف والتي تمارس الابتزاز، والميليشيات الإيرانية الموجودة في هذه المناطق. كيف تقول الحكومة البلجيكية لهؤلاء اللاجئين أن لهؤلاء لطالبين اللجوء هؤلاء أن مناطقكم هي آمنة؟ في الحقيقة هذه المناطق غير آمنة، وفي الحقيقة أيضا الحكومة البلجيكية في بذات الوقت هي لديها في الوقت الحالي توجد محاكمات لمجرمين حرب من هذه المناطق، لأفراد التموا للميليشيات في مناطق سلمية وريف سلمية، يعملوا مع الميليشيات النظام والميليشيات الإيرانية، وهذه الميليشيات لا تزال موجودة إلى الآن. وأحد أفراد هذه الميليشيات اليوم في سوريا تم ترقيته وأصبح عضو مجلس الشعب، الميليشيوي غزوان السلموني قائد ميليشيات الدفاع الوطني في منطقة ريف سلمية، اليوم أصبح عضو مجلس الشعب لدى النظام. واليوم الميليشيات الإيرانية تتمدد في منطقة سلمية وفي منطقة إثرية وفي ريف سلمية وفي المناطق، وتوجد حالات ابتزاز للأهالي والمدنيين في هذه المناطق. كيف يتم القول أن هذه المناطق آمنة؟ وكيف تطلب الحكومة البلجيكية من هؤلاء اللاجئين العودة لهذه المناطق؟ هذا السؤال هو برسم الحكومة البلجيكية وبرسم الاتحاد الأوروبي وبرسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرسم الأمم المتحدة. طيب أستاذ مروان العش، أهلا بك مجددا. إذا نتحدث في هذا المحور عن رفض بلجيكا طلبات لجوء قدمها حوالي 40 لاجئ سوري، هنا نسأل إلى أي مدى تتجه دول الاتحاد الأوروبي أستاذ مروان إلى ترحيل لاجئين أو عدم إعطائهم حق اللجوء؟ أستاذ مروان، إذا يبدو أن فقدنا الاتصال مع أستاذ مروان. نفس السؤال أستاذ عمر، يعني إلى أي مدى تتجه هذه الدول الأوروبية إلى يعني إجراءات ربما بترحيل سوريين أو عدم إعطائهم حق اللجوء؟ بالحقيقة المجتمعات اليوم أن موضوع اللاجئين أصبح أداة للتقاذف بين الأحزاب السياسية التي تحكم في الدول الأوروبية، صعود اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية، ظهور الأزمات الاقتصادية في الدول الأوروبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذه الأمور انعكست على موضوع اللاجئين، وأصبح موضوع اللاجئين هو ورقة تتقاذفها الأحزاب والتيارات السياسية داخل دول الاتحاد الأوروبي. ولكن هنا السؤال يبقى دائما برسم دول الاتحاد الأوروبي، أنتم صادقتم على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وبالجمعية العامة للأمم المتحدة وبقرارات الأمم المتحدة واللجنة الدولية ولجان الأمم المتحدة وجميع هذه اللجان والاتفاقيات ومجلس حقوق الإنسان يقول أنه لا توجد في سوريا إلى الآن أي منطقة آمنة؟ إذن على هذه الدول الالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية، وعليها أن لا تطلب وعليها أن لا تطلب من أحد من طالبي اللجوء العودة إلى مناطق النظام السوري لحين زوال هذا النظام وزوال سلطة الاستبداد في والاستبداد. طيب. والظلم والإجرام في سوريا. أستاذ مروان، أهلا بك مجددا. يعني اليوم توجه بعض الدول العربية الأوروبية إلى عدم إعطاء حق اللجوء لطالبي اللجوء من سوريا، وصعود التيار اليميني كما يتحدث الأستاذ عمر، هل بالضرورة أن يدفع ذلك ويساهم يعني الدفع بعملية ترحيل السوريين أو عدم استقبال اللاجئين الجدد؟ مساء الخير للجميع، شكرا لك لضيوفك الأستاذ عمر والجميع. سيدي الكريم، في نقطة مهمة جدا، اليمين الأوروبي الصاعد في أوروبا عموما والأحزاب اليمينية هي ضمن التجارة الرابحة اللي عم تشتغل فيها أو تحاول تستثمرها بالبرلمانات وبالمجالس التشريعية حتى على مستوى الولايات، سواء ببلجيكا أو بألمانيا أو بالسويد أو بالنمسا. الأحزاب اليمينية للأسف صاعدة بسبب أسباب عديدة،
الحرب الروسية، التضخم العالمي، بعد منعكسات أزمة كورونا وخلافه. لكن في نقطة مهمة جدا، إنه هل الاستثمار فيه يقابله قوى سياسية وقوى مجتمعية ترفض هذا اليمين وترفض، وهناك تحالفات حاليا بألمانيا وحتى بالنمسا حتى بإيطاليا، تحالفات أحزاب يسارية وأحزاب وسط وأحزاب وطنية وقومية ضد التيار اليميني المتطرف، اللي طبعا هو عايش على المشاكل وعايش على الأزمات وعايش على دعم روسيا عموما بشكل عام. موضوع الترحيل طبعا احنا كما ذكر الأخ عمار، وقاعدة سائدة انه لا يمكن الترحيل لسوريا بهذه الظروف، لا يمكن. يعني من وجهة نظرنا، من وجهة نظر أحزاب ألمانية، أنا على تواصل معه، ونحن كمجلس معتقلين معتقلات كاتبين مشاركين بعدة رسائل وعدة اجتماعات بشأن عدم ترحيل السوريين، وقمنا بمجموعة مظاهرات في ألمانيا وموجودة موثقة وموجودة يعني لوقف فكرة الترحيل حاليا، على الأقل حاليا، سوريا شمالا شرقا وغربا جنوبا، النظام وخارج النظام غير آمني، قولا واحدا غير آمني، كل بيعرف الكلام، مو نحن بنقوله هذا الكلام، ممكن ترجع للصحف، ممكن ترجع للأحزاب، ممكن ترجع للبيانات. فقيام أو نية الحكومة البلجيكية أو بعض الحكومات الأخرى بترحيل الترحيل العام أو ترحيل اللاجئ السياسي أو اللاجئ الهارب من الحرب، هذا طبعا تحرمه المواثيق الدولية. فنحن يفترض أنه كسوريين وكأصدقاء موجودين بالأحزاب الألمانية والأحزاب الأوروبية والمنظمات المجتمعية بيعرفوا الواقع السوري تماما 100%، لكن الحكومة أحيانا تتغافل عنه، والأحزاب اليمينية تستغل هذا التغافل. الأفي دي مثلا ألمانيا يستثمر في هذا، هذا استثمار مرفوض، وممكن أنه ما يحقق أهدافه، يرحلوا المجرمين ما في مانع، يرحلوا اللي له مشاكل كبيرة جدا مع الدولة الألمانية، لكن اللي جاي هربان من الحرب وطلب الأمان والأمن لا يمكن تقليله هذا الكلام. طيب أستاذ مروان، أيضا يعني تزامنا مع الرفض البلجيكي وبعض صعود التيار اليميني والحديث عن اللاجئين السوريين، اليوم ألمانيا يعني بدأت تطبق قانون هو قديم أصلا، لكن في بعض البلديات في بعض الولايات بدأت تطبق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء. ماذا يعني هذا النظام، ولماذا يراد تطبيقه الآن في بعض الولايات في ألمانيا؟ هلا على التجربة الألمانية، التجربة الألمانية من خلال أنا مشاهدتها من 2015 اليوم، يحاولوا إدماج اللاجئ في المجتمع حتى يكتسب اللغة أولا ثم يبحث عن عمل ثانيا. اليوم بعد 10 سنوات للأسف، من 2015 2014 لليوم، في لاجئين لا زالوا على المساعدة الاجتماعية أو على الجوب سنتر أو كذا، رغم أعدادهم قليلة وليست كثيرة، يعني 30% هذول قدروا في ألمانيا حوالي 28% من كتلة اللاجئين الوردة، 62% 72% تم إيجاد فرص عمل لهم، والباقي اللي 28% لم يستطيعوا الاندماج ولم يستطيعوا العمل لأسباب مختلفة، مرض، تمارض، عدم قدرة، كبر سن، أشياء أخرى. لكن نحن نبحث النقطة أنه هذا، هناك قانون ألماني قديم لكل اللاجئين وليس للسوريين فقط، صحيح. لكل اللاجئين، أن هناك ساعات عمل إما تطوع أو بمبلغ رمزي 1 يورو بالساعة، عبارة عن مجرد أنه حتى 80 سنت وليست 1 يورو، أقل من يعني الرقم، نعم. رقم في بعض البلديات تعطي هذا الرقم أو أكثر شوي، يعني 1 يورو بالساعة هو الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، 15 يورو في الساعة لمن يعمل، لكن هذا يعتبر عمل تطوعي والمبلغ رمزي هذا فقط، لكن هنا عم يعطوه 1 يورو، ما بيعيشوا على 1 يورو أو 80 سنت أو 1 يورو، بيحطوها بحسابه بس هيك، يعني عبارة عن هدية، ولكن هو عم ياخذ مساعدة اجتماعية
517 يورو اللي مقرره بالقانون، بيدفعوا له اجار بيته، عنده تامين صحي، عنده كذا، يعني هذا المبلغ بس مقابل ما يعد البيت. وهذا شيء صحيح وليس خطا، يعني ان طيب. يعمل الشباب ويعمل من يستطيع العمل، لكن اللي عنده ظروف مرضيه او قاهره او اسباب اخرى ممكن انه اعفاء هذا الكلام. طيب. لكن من في سن العمل ويجب ان يعمل، والبلديات عم تطبق هذا الكلام، مو بكل ألمانيا، لكن هالفكرة موجودة وأنا نعم. بشجعها، يعني أنه ما يقعد اللاجئ ببيته. طيب أستاذ عمر، طالما أن هذه الفكرة إيجابية برأي أستاذ مروان، طيب ألا تعتقد أيضا يعني هكذا خطوة إجبار طالبي لجوء على العمل لساعات محددة طبعا وبأجر زهيد، ألا تعتقد بأن ذلك يؤثر على فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عمل أساسي أصلا للاندماج في الاندماج المهني والاجتماعي؟ في الحقيقة العمل لا يضر بالمطلق، وكما ذكر الأستاذ مروان، وحتى اكتساب اللغة، اللغة لا يستطيع أحد اكتساب اللغة فقط في دروس اللغة، اللغة تكتسب في خلال التعامل اليومي، من خلال الاحتكاك اليومي، من خلال العمل، والعمل هو أفضل وسيلة لاكتساب اللغة عبر الاحتكاك مع، إن كان مع الألمان أو مع البلجيك أو مع أو مع أو 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 مع أو مع أي لغة ضمن دول الاتحاد الأوروبي. لكن الإشكالية الأكبر الآن هي تكسير معنويات اللاجئين عندما يتم رفض طلب لجوء اللاجئ والقول له أن بلدك أمن وعليك العودة إلى سوريا. هذا أكبر تحطيم للاجئ وتحطيم لمن هرب ولمن عبر الحدود. معظم من تم رفض لجوءهم في بلجيكا هم عبروا الحدود مشيا على الأقدام باتجاه الحدود التركية وركبوا البحر، وقسم منهم ترك أبناء له تحت الخطر في سوريا، ويتعرضون الآن قسم من أبنائهم وأسرهم لاستفزاز النظام السوري ومخابرات النظام في سوريا، أين هم أهاليكم؟ والآن يتم رفض هؤلاء اللاجئين بحجة أن سوريا آمنة. هذا هو السؤال الذي نريد أن نطرحه دائما وبشكل دائم، وهو دائم برسم دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. هل تتحملون وزر هؤلاء الأشخاص؟ وأنا أعتقد وأجزم أن جميع هؤلاء الذين رفضوا طلبات لجوهم أو من يرفض طلبات لجوهم هم لا مشكلة لديهم في العمل، أي عمل، هم جاءوا ليبحثوا عن الأمان في هذه الدول بعيدا عن سلطة النظام وأجهزة أمن النظام السوري. طيب رفض طلبات اللجوء أستاذ عمر، هل يأتي في إطار المساعي بعض الدول الأوروبية، 8 دول أوروبية، لحظ الاتحاد الأوروبي على إعادة علاقاتها مع دمشق؟ وبالأمس من المؤكد أنك تعلم أيضا وصل السفير الإيطالي وفتح السفارة في دمشق. في الحقيقة بالنسبة لإيطاليا، إيطاليا لم تقطع علاقاتها بالمطلق مع النظام السوري في دمشق، لكن الآن كما ذكر الأستاذ مروان وكما ذكرنا دائما، الموضوع هو يأخذ موضوع تجاذب الأحزاب والبلديات والمناطق كلها. الآن تريد أن تستخدم موضوع اللجوء والنزوح واللجوء وورقة اللاجئين كورقة سياسية لتقاذف الاتهامات أو لتقاذف المسؤوليات بموضوع الإنفاق المالي والميزانيات والوصول إلى كراسي والاستغلال الانتخابات للوصول إلى إن كان المقاعد التشريعية أو مقاعد الانتخابات البلدية والانتخابات المحلية. للأسف تم تحويل هذا الملف أو ملف اللاجئين في بعض الدول أو بعض البلديات إلى ورقة سياسية يتم تقاذفها على حساب مأساة هؤلاء اللاجئين. وللأسف أن بعض هؤلاء السياسيين أو المرشحين أو رؤساء البلديات يتناسى الالتزامات السياسية والالتزامات الأخلاقية والقانونية والدستورية التي وقعت عليها بلدانهم، إن كان مع مجلس حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة أو البيانات الدولية الصادرة بشأن حماية اللاجئين وإغاثة اللاجئين ومنع عودة اللاجئين الهاربين من الدول الاتحاد. نعم أستاذ مروان، موضوع التطبيق العمل الإلزامي، طبعا ركز على هذا الموضوع لأنه بدأ تطبيقه في بعض البلديات، وحضرتك موجود في ألمانيا وربما تعلم أكثر حتى الموجودون هناك يفهمون طبيعة هذا العمل. طيب هل يحقق مصلحة سواء البلدية في الولاية أو الدولة، ويحقق أصلا مصلحة أيضا اللاجئ السوري وغيره على حد سواء؟ هل في ذلك مصلحة للطرفين؟ هلا في مصلحة، بس كما ذكرنا وكما أكد الزميل عمار، القضية قضية اندماج، القضية قضية تعلم لغة. عندما يكون تعمل 5 ساعات يوميا مع مشرف أو مع ألمان بشكل ما، بالشارع، بالطريق، بالحديقة، بخدمة اجتماعية، هذا بفيدك كثير، يعني بفيدك تعلم اللغة، حيكون هذا أحد وسائله طبعا اللي بده يتعلم. لكن في ناس ما بدها تتعلم، تستطيع هاي مشكلتها. نحن ما نحكي على الاغلب السوري جاي يتعلم وجاي يشتغل وجاي يبحث عن فرصه عمل،
ولا يمكن قبول تعقيبا على الأخ عمر، ولا يمكن قبول ترحيل أي لاجئ. هناك محكمة أوروبية عليا، هناك سلطات قانونية، يجب على أي لاجئ خضع لموضوع الترحيل أو طلب الترحيل فورا توكيل محامي أو اللجوء إلى المنظمات الإنسانية. بنرجع بنقول مصلحة مشتركة للاجئ وللبلدية أن يقوم بأي خدمة تطوعية أو رمزية أو بأي مبلغ، هو مأمن له أكل وشرب ومنامة ومصروف جيبه، موجود هذا الكلام ما في خلاف عليه. طفي أنه ما يقعد بالبيت يحط الموبايل ويحط الشدة ويحط الأشياء يعني غير مفيدة. لاجئ شاب جاي عمره 20-30 سنة، يفترض هذا يطلع من البيت الساعة 6 الصبح يرجع الساعة 6 المساء. كلنا كنا كذلك بالشباب، وهذا عشمنا بالشباب، وهيك السوريين. أنا أعرف كثير سوريين من كل المناطق السورية بيطلعوا الساعة 6 الصبح ويرجعوا الساعة 6 المساء، جايين يشتغلوا ويعيشوا ويكونوا ثروة ويبحثوا عن أمان، وقت ترجع سوريا آمنة وسليمة معافاة بعد سنوات ممكن يرجعوا معهم ثروة، معهم عمل، معهم خبرة، معهم أشياء مفيدة. أشكرك جزيل الشكر من برلين مروان العش، أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين. كما أشكرك جزيل الشكر من برلين عمر البنية، كاتب صحفي.